عليا ياسة أتناقش ويا ناتاليس وبسمع عن موضوع ارتباط الألوان بالصحة النفسية، وجمعنا هذا النقاش. أنا قلت بكلمك عشان نعرف التفاصيل، هل فعلاً في ارتباط بين الألوان والصحة النفسية؟ أكيد طبعاً، أصلاً في حد يقدر يعيش بدون ألوان؟ لا تخيلي حياتنا بس حلوة أبيض وأسود. أيوة تخيلي حياتنا أبيض وأسود. أول ما في أشياء وايد بتأثر أصلاً داخلياً علينا. صح. إنزين شوفوا الألوان أصلاً مو في ناس كانوا يتحرون قبل أن اللون هو بس يعني موجة ولا ذبذبة، صح ولا لا؟ صح. بس في دراسات طلعت ان الالوان تأثر حتى على خلايا الجسم، تخيلوا سبحان الله. يعني لون اللبس اللي تلبسينه اللي تختارينه في الديكور في حياتك كلها ما تخيلون ايش كثر يأثر على حياتنا، نفسيتنا، مزاجنا، حتى شخصيتنا اصلا. يعني في ناس كتير بتقول العلاج بالالوان ده موجود فعلا وفعلا طبعاً. بيعمل علاج طبعا. شوفي في حياتنا نحن الألوان اللي نستخدمها أصلاً هاي بالنسبة لنا نحن علاج. صح. يعني في أماكن في مستشفيات يستخدمون اللون الأصفر يهدي الأعصاب. مع إنه الأصفر ده اللي أنا عارفة بتاع الغيرة. لا تخيلي إنه يهدي الأعصاب. لا. وفي دولة من الدول أعتقد اليابان صبغوا كل أعمدة الشوارع بالأزرق عشان يهدي الأعصاب. أوكي. ويقي يعني ويقلل من نسبة الانتحار عندهم، تخيلوا. يعني إنه يبعث للشخص إنه أنت مطمئن، يعني الأمان. عشان شيء يحطون هالألوان حطوها. شو بعد اللون الأخضر. يستخدمونها اذا ما اعرف اذا في مره فكرتوا الجراحات في العمليات ليش يستخدمون لابسين اخضر فعلا. الاخضر يبعث لك ان حتى الثياب اللي نكون داخلين فيها العمليه تكون لونها اخضر. ايوه ماما بيقول لابسين اخضر ليش؟ لانه هو لون الاتزان يعتبر. يوم انت تكونين في عمليه مشتته وكل حد حواليك وتلتفتين شو يسوون فيني بس هيك واحد لابس اخضر تحسين خلاص لقيتك خلاص انا متزن. ايوه طبيعي لون الطبيعي يعني اكثر لون مستخدم وين يستخدمونه في العمليات عشان شو المريض ما يكون متشتت يكون متزن يحس بالامان اكثر فعلا. أنا خايف وأنا شيء بس هو لا بالعكس وايد يعني يطمئن بهاللون. صح. ألوان إيه تاني؟ اللون الأحمر يستخدمونه يحفز الدورة الدموية. زين يرفع الضغط على فكرة. عكس اللون الأزرق. لون الأزرق يقلل من ضغط الدم. تخيلوا. يعني ذا. والأحمر بعد تعرفين شو؟ يقولون إنه يقلل الألم ويشعر بال. الدفوة. صح. أنا قريت مرة عن موضوع اللون البرتقالي إن أغلبية المطاعم تخيلوا يستخدمون اللون البرتقالي علشان تزيد شهية الشخص. الكلام صح؟ صح. تخيلنا الأزرق عكسه، الأزرق يكبت الشهية. الشهية البرتقالي والأحمر يزيد الشهية. شوفوا وايد الماركات. أغلبية الوجبات. أيوة يختارون هاللون ليش؟ عشان نحن نحس باليو حتى المنيو على فكرة. يوم أتذكر شيء المنيو صح ليش يكون أحمر؟ لأن تحسين باليوع وتقرين تبين تطلبين زيادة زيادة زيادة. صح. عليها هلا حكينا نحن عن كل لون لحاله، إذا بدنا نحكي شوي عن مزيج الألوان، يعني قد ايه بيكون تأثيره بعض الأحيان إيجابي، يعني بيكون رايق إذا ما نحكي عن درجات الألوان الرايقة أو الباردة، وقد ايه بيكون أوقات بشتت لنا أفكارنا وبيعملنا انزعاج جدا للمشاعر إذا بنشوف خربشة وألوان ألوان داخلة ببعض كثير بعضها بشكل كثير كبير، فينا نحكي شوي عن هيدي النقطة؟ شوفوا لكل قاعدة شواذ مثل ما أكيد ما اقدر استخدم لونين شي وايد مشعين يا بعض تحسين يعني مثلا الاحمر والبرتقالي لون شي مثير تحسين يقهر شويه ينرفز فانا اذا استخدموها الاثنين لازم يدخلون لون ثالث يكسر بارد. شويه مثلا الابيض يعني انا احب وايد الابيض تعرفون قبل كنت ما اكرهها في المستشفيات اقول ليش يلبسون الابيض ليش يدخلون اللون الابيض في كل شيء يهدي بيريح شفت انه يهدي ويريح ويوم تكونين يعني تعرفين متنرفزه اكثر لون يهديك على فكره من بين الالوان على السلام والنقاء الدكتور اللي لابس بلطو ابيض نعم كانوا من زمان يرفعوا راي الابيض للسلام. شو احس اوكي الحين انا مرتاحه الدكتور الدكتور دخل مطمئنه ايوه فالالوان لازم ادخل لون على لون ما اقدر استخدم مثلا لونين مع بعض الالوان البارده والحاره اقدر ادخلها بعض بس بعد لازم امكس الالوان في الوان عندنا حياديه وفي الوان اساسيه نعم صح الاساسيه الاحمر الاصفر الاخضر الازرق في هالالوان نقدر نستخدم بس لازم ندخل فيها لون عشان يهدي يطفي اللون الثاني.